يا كابتن خالد، ازي حضرتك؟ مساء النور يا كابتن، وهارد لك النهارده منتخب انا عارفك مصر. زعلان والناس كلها زعلانه على ماتش النهارده، لكن والله يا كابتن خالد عايز اقول لك حاجه. اتفضل. الظروف وانت زي ما انت شايف، احنا خرجنا طبعا من مباراه برج العرب، طبعا ولابد ان احنا نعترف بكده، لان كان في امكاننا ان احنا نكسب بعدد وافر من الاهداف، ويبقى مباراه العوده دي عباره عن فسحه يعني. تمام. لكن اللي حصل عكس كل التوقعات. وبعدين برضو يعني لابد ان نلتمس العذر للناس، لابد ان نلتمس العذر للظروف اللي بتمر بها البلاد يا كابتن سالم. اولا ماتشات زي ما حضرتك قلت بدون جماهير، مباريات وديه خارج البلاد على طول، النشاط متوقف، وانت عارف ان النشاط اساسا الدوري بيختار منه اي مدير فني الفرقه اللي هو عايز يشوفها. ممكن تلاقي ناس ما يعني بيعتمد عليهم يبقوا بره، وناس يبقوا جوه، يعني لان الدوري هو اللي بيفرز اللعيبه اللي هي تمام اللي بيختار احسن لعيبه من الدوري كله. والدوري اساسا يا كابتن هو اللي وانت كابتن مصر وعارف، الدوري هو اللي بيجهز اللعيبه للمنتخب. فورمة المباريات و كابتن عزمي، انا اسف انا هقطع حضرتك، طبعا كل الكلام ده انا قلته، بس برضو انا بشوف ان المباراه الاولى كان في تقصير يا كابتن. كان تقصير ليه بقى؟ هقول لك ليه يا كابتن، لان الظروف دي موجوده برضو في ماتش موزمبيق، وموجوده برضو في ماتش غينيا، ولكن كان هناك تركيز على فكره الوصول لكاس العالم، فاستطاع المنتخب المصري انه يفوز باقل مجهود على موزمبيق، وان يعمل مباراه كبيره ضد فريق كبير في القاره الافريقيه وفريق غينيا، وانت عارف فريق غينيا فريق محترم واقوى بكتير من افريقيا الوسطى. ولكن انا وحتى الماتش النهارده بشوف النتيجه 1-1 دي نتيجه ايجابيه جدا ونتيجه منطقيه جدا خارج الارض في ملعب زي ده، لكن هي اللي كان غير منطقي وكان في نوع من الاستهتار ونوع من عدم التركيز من اللاعبين اكتر من الجهاز الفني، هي كانت مباراه افريقيا الوسطى، ان احنا ما ينفعش نكون كسبانين 2-1 ومطرود من الفريق الاخر لاعب ونتغلب 3-2. معاك حق في كل اللي بتقوله، 10 لعيبه واحد مطرود ومطرود بدري، خد بالك يا كابتن. وبعدين نظهر بالمظهر ده وبعدين نخسر 3-2 واحنا زي ما يكون مستسلمين نهائي، يعني ما ينفعش. لكن برضو لو كانت الظروف احسن يا كابتن خالد كان يبقى الوضع افضل. تمام. وانا لاقع فيهم المسؤوليه، خد بالك. تمام كابتن، تعالى ننسى الماضي كده ونقعد دايما خلاص ما نبصش ورانا، وتعالى نبص للمستقبل. دلوقتي في انتخابات اتحاد كوره، في لجنه مؤقته وحضرتك من اعضائها، منقسمه ما بين مؤيد لبقاء برادلي وما بين معارض، ما بين مؤيد لفكره تخفيض مبلغه نظرا لان اول مباراه رسميه ستكون في شهر 3، فبالتالي في محاوله من اللجنه المؤقته للكلام مع بوب برادلي حول تخفيض المبلغ. هل سيبقى بوب برادلي ام ستعطوا الفرصه للاتحاد الكرة المنتخب القادم حتى يقرر مصير المدير الفني للمنتخب المصري؟ والله بص يا كابتن، الموضوع لابد ان يدرس بهدوء جدا، لان تمام. الدراسه دراسه اي موضوع بانفعال دي بتؤدي الى كوارث زي ما انت عارف. تمام. هيتم دراسه الموضوع من كل الوجوه، وهنشوف الاصلح هيمشي، سواء اذا كان في تخفيض راتب ممكن، سواء اذا كان في تغيير ممكن. لكن اللي انا عايز اقوله ان الراجل ده كابتن خالد امكانياته كويسه قوي، وراجل بيحب يعني بيحب شغله جدا وبيحترمه، الظروف كلها ما ساعدتهوش. تمام. بالامانه يعني. تمام. لكن هيحصل فيه دراسه، ودراسه متانيه، وبعدين نتمنى بقى كابتن خالد ربنا يخليك كده ان كلنا نضغط بقى في رئيس جمهوريه والامور تتحرك ومفيش مشاكل ولا حاجه، يبقى النشاط يرجع عشان المنتخبات كلها. تمام. واخد بالك؟ الرياضه كلها في مصر، يعني ان وقف النشاط ده وقف حل كل حاجه، وبيأخرنا كتير، كل يوم بيعدي بيأخرنا كتير جدا على فكره يعني. تمام كابتن، يعني انا والله انا من وجهه نظري مع بقاء بوب برادلي، لان هو ناجح في فكره الوصول لكاس عالم، الفكره المسيطره على الشعب المصري هي الوصول لكاس العالم، خلاص احنا شبعنا افريقيا، شجعنا فوز بيها، عايزين نركز على كاس عالم، نفسنا نشوف منتخبنا في البرازيل بلد الكوره، وهو ماشي كويس وعنده فرصه كبيره للوصول كاس عالم، لانه لو تصدر المجموعه سيبقى ليه لقاء رايح جاي ومن خلاله يصل لكاس العالم.
فبقاء بوب برادلي اعتقد من وجهه نظري مهم جدا. ان شاء الله يا كابتن خالد والبركه فيكم كده والاعلاميين المحترمين اللي زي حالاتك كده، وان شاء الله النشاط يرجع وبوب برادلي يستمر، لان الراجل ده هدفه فعلا الوصول لكاس العالم. وربنا كابتن عزمي انا بشكرك، وعندي كليب كده لبعض ما قاله الدكتور محمد مرسي، وايضا مركبين عليه بعض الاغاني كده. انت كنت من مؤيدي الفريق احمد شفيق، هل بعد هذه الخطب وهذه الكلمات المؤثره تغيرت وجهه نظرك نوعا ما؟ كابتن عزمي طيب.